sent me here when I was 17. I am Hanif. Hanif Kalal Abdullah. Mal. You have that to me. Because you helped me out back there, you reckon you're the boss, do you? I leave you here. You die. Crown marked gold. Must melt them. أنا مبسوط إن أول تجربة دولية ليا بعرضها وسط صناع الأفلام المصريين والعرب والدوليين طبعا الموجودين هنا، فشعور جميل. عديت بخطوات كتير طبعا، يعني إن شخص يتم قبوله في عمل دولي حاجة صعبة قوي، فطبعا المشوار ده كان صعب، وأعتقد الدور نفسه كان صعب قوي. يعني بلعب دور أفغاني، فأنا مصري، فعندي يعني إن أنا كان لازم أتعرف من أول وجديد على ثقافة مختلفة عني تماما، وعلى ثقافة أنا بالنسبة لها غريب، فده كان أعتقد من أكبر الصعوبات اللي واجهتني. طبعا متحمس جدا ان اشوف احمد مالك في فيلم ذا فيرنس، واقول له مبروك والف مليون مبروك، ويا رب تبقى بدايه لكارير حلوه جدا ان شاء الله. طبعا انا متحمسه جدا ان انا ادخل اتفرج على الفيلم، لان انا من اول ما شفت التريلر وعرفت ان الفيلم ده فيه قصه وفيه ابعاد وفيه شخصيات جديده بتتقدم، واظن ان في تحدي ان انا اشوف مالك ازاي بيمثل بهذه الكاركتر. انا متحمسه جدا، انا بحبه جدا على المستوى الشخصي. انا بقى بحب مالك من جمهور ومش كفنان، يعني انا بحب مالك جدا ومن جمهوره جدا، ان هو على طول متنوع وعلى طول عنده جديد وعلى طول عنده حاجات كتير قوي بيطلعها، فانا متحمس جدا اتفرج على الفيلم بتاع مالك. خصوصا احمد مالك هو دايما كممثل مصري من اول ما هو ابتدى، وهو دايما باين عليه ان هو مش عايز يبقى محصور في حته واحده، عايز دايما يبقى جريء ويغير بيتعلم مثلا رقص معاصر، وبياخد دروس تمثيل، وبيعمل مش عارفه، فنان بجد. بالتوفيق والنجاح يا رب، فخورين فيك، فيري براود اوف يو، وان شاء الله هيك الفيلم حيكون فيلم ممتع مثل العاده، وبيضيف لمسيرتك الفنيه نقطه نجاح، وهذا فخر لنا كلنا الممثلين العرب. بدي اقول له انه ميك اس براود، اند بدي اقول له بيست اوف لاك، ونحن وي ار هير تو سبورت يو، و ام سو اكسايتد اني احضر الموفي. If ever you're gonna stop crying again, hey! Now'd be the time.